وفي اتصال هاتفي لمزيد من التفاصيل السفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء متحدثا باسم المؤتمر. اهلا بك يا فندم. مساء الخير فندم، تحياتي. عرفنا انه وصل عدد كبير من الوفود وبدات بالفعل توافد الملوك والرؤساء، اذا كان ممكن تدينا تفاصيل يعني من لحظات كان وصول ملك البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفه لمطار شرم الشيخ، ايضا امير الكويت يصل غدا، اذا كان ممكن تدينا مزيد من التفاصيل. تفضل يا فندم. يعني بكل تاكيد سوف يتولى وصول الساده الرؤساء الوفود المشاركه في المؤتمر، سواء كان وفود رسمية أو وفود من رجال الأعمال. هناك 89 دولة ممثلة في لها تمثيل داخل المؤتمر. يصل عدد رؤساء الدول حوالي 22 إلى 25 رئيس دولة، سيبدأ وصولهم اليوم وغدا، بالإضافة إلى كبار رؤساء الشركات مثل شركة جنرال إلكتريك، سيمنز وغيرها من الشركات. وبالفعل يعني السيد رئيس الوزراء بالامس تفقد الاستعدادات اللوجستيه بمدينه شرم الشيخ، بدايه من المطار الى مركز المؤتمرات الدولي الذي ستجرى به كافه الفعاليات على مدار 3 أيام بدءا من الغد، بالاضافه الى انه بيتم ايضا الانتهاء من الاستعداد لتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات خاصة بمشروعات تنموية ومشروعات خدمية، وعدد آخر من مذكرات التفاهم تضع أسس لعدد آخر من المشروعات يتم الحديث عنها من أجل أن يتم الاتفاق على تنفيذها. هناك بالفعل يعني عرض من الحكومة في 10 قطاعات لعشر وزارات هي أساس لهذا المؤتمر، سواء كان الإسكان أو الكهرباء أو النقل أو البترول وغيرها من المجالات الرئيسية. أيضا هناك عدد من مذكرات التفاهم في عدد آخر من المشروعات بيتم الانتهاء منها بعد المؤتمر. في الحقيقة هناك عمل بتقوم به الحكومة سواء قبل عقد المؤتمر أو أثناءه، وهناك أيضا عمل آخر بيستمر ما بعد المؤتمر. يعني أنا سمعت للتقرير القيم اللي حضرتك عرضتيه عن المؤتمر، ولكن يعني بأسجل أنه لم يكن هناك مؤتمر للمناهين منذ البداية، ولكن هناك دعوة، كان هناك دعوة من خادم الحرمين لعقد مؤتمر اقتصادي في مصر، وإن الإعلام تداول على سوء الفهم أنه يسمى بالمانحين، ولم يكن مطروحا من الجانب المصري ولا من الجانب الإماراتي أو السعودي أي مؤتمر للمانحين، ولكن هو من البداية كان مؤتمر اقتصادي لتعرض فيه مصر وجهتها والمناخ الاستثماري الجانب الجديد، وتعرض فيه مشروعات استثمارية كبيرة تقع في صالح الجانب المصري وايضا في صالح المستثمر العربي. تمام. سعاده السفير، نحب ناكد على النقطه دي من فضلك فعلا، انه هذا المؤتمر ليس مؤتمر للمانحين، ولكنه مؤتمر للمستثمرين اللي جايين في مؤتمر مصر الاقتصادي، مصر المستقبل، اللي دعت اليه مصر كخطوه على طريق مستقبلها باذن الله، ولا علاقه له والمستثمر المحلي بالظبط. اللي جايين لنا النهارده هم مش مانحين، هم جايين عشان يكسبوا، عارفين بيستثمروا فين، بيحطوا فلوسهم فين. السوق المصري في التصنيف العالمي هو في مقدمة الأسواق الربحية، والنهاردة احنا بنقدم للعالم، بنحتضن العالم كما أشار رئيس الوزراء في مصر. بشكرك جدا، وممكن تقولي برضو لمحة عن آخر الاستعدادات. يعني مثل أشرت حضرتك فيما يتعلق بالاستعدادات اللوجستية، قد انتهت بالفعل كافة الاستعدادات اللوجستية سواء المتعلقة بالجانب الأمني، الجانب الطبي والصحي، الجانب الخدمي، الاستعدادات داخل مركز المؤتمرات شرم الشيخ لاستقبال الوفود وعقد المؤتمرات الصحفية. وفيما يتعلق بالجانب الفني فهناك بالفعل تم الانتهاء من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها وعلى التوالي بدءا من غد، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمرات صحفية كبيرة. أشكرك جدا سعادة السفير حسام القويش متحدثا باسم المؤتمر وباسم مجلس الوزراء.